بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة ثاكرو فيكسر. إذا اليوم سوف نقوم بشرح وبتتبع مسارات الداتا والشارج بالنسبة لهاتف سامسونج الأدو كور سامسونج الأ أو بالرمز ذو الرمز أس أم الأ 260. إذا سوف نبدأ من جهة الكونيكتور. كما ترون هذه الجهة التي يوجد بها الكونيكتور، وهذه هما الأرجل الكونيكتور. إذا هذا الكونيكتور الأحمر فهو البلوس، يعني الفي باس، فهو يخرج من هذه الرجل ثم يمر على هذا من هنا من هذه النقطة ثم إلى هذه النقطة ويمر بهذه المكثفات ثم يدخل إلى هذا الاي سي الشحن، ليس اي سي الشحن الرئيسي، وبيخرج من هذه النقطة ثم يذهب إلى هذه النقطة وسوف نتتبع مساره إلى أين يذهب. أما بالنسبة للداتا كما ترون فالداتا نيجاتيف بالأخضر والداتا بوزيتيف بهذا اللون الأزرق الباهت. إذن كما ترون فهذه هي النقط التي يمر بها الداتا. سوف أقوم بتتبع هاتين المسارين، هذه المسارات، فهي تمر من هنا مثلا تذهب إلى الجهة الأخرى من البوردة من الكارت مال، وهي تأتي إلى هنا، وهذا هو اي سي الرئيسي، اي سي الشحن الرئيسي، هو يوجد بالخلف او بالجهه الاخرى من اللوحه الام. هذه هي نقطه الفي باس. اذا كما قلنا فان الفي باس فانه يمر عبر هذا الملف هنا ثم الى هاتين المكتفين ثم يدخل الى الاي سي الشحن الرئيسي، ها هو كما ترون. ومن اي سي الشحن ترون هذه النقطة هنا، فهو يخرج من هذه النقطة ويذهب الى كما ترون، سوف نتتبع الى الجهة الاخرى من اللوحة الام ثم الى هذه المقاومة ثم يمر عبر هذه النقطة الى هذه المكتفات هنا ثم الى رجل البطارية. هذا بالنسبة للفيبات. اذا سوف نعيد، فان الفيباس هو الذي يأتي من رجل الكونيكتور ويدخل إلى الاي سي الشحن ثم يخرج الفيبات ويذهب إلى رجل البطارية. أما بالنسبة للداتا كما ترون فهي تأتي إلى هاتين النقطتين، ومن هاتين النقطتين تخرج كما قلنا هنا بالنسبة للداتا بوزيتيف والداتا نيجاتيف، تخرج من اي سي الشحن الرئيسي كما ترون، وكذلك فهي تذهب الى اي سي البروسيسور من هنا. اذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الهاتف، فهو ليس معقد مثل بعض الهواتف. اذا كما ترون، اذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، والى